مشاهدينا الكرام وصلنا لكم بالاخر فقره من برنامج جرهم كل شيء فقره موبايلك. فقره موبايلك يمك الخيار. الخيار الاول يا اما تعطيني الموبايل مالتك وانه افتح الموبايل واقلب بيه قدام الكاميرا يا اما تغني لي اغنيه. يلا ها اوكي منا قولي له صحي موبين موبين موبايل موبايل ها ممكن موبايل ها يمك هسه بدينا باول شغله انتوا وين رحتوا الله افتحي يلا نفتح نفتح الوان افتح الثانيه لو لا لا لو تغنين لا افتحها عادي نفتح اقول اسمه لو لا عادي قول شو اسمه ضابط الطيران ضابط الطيران نبي يفتح غير يفتح لك عين تفتح ضابط الطيران صباح الخير صباح الورد مين جبتي رقمي مين يعني من الأنستة نعبر هذا افتح اكمل لو لا لا غني لو لا لا غير محادثة اختار افتح لو لا 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 غير محادثة ما غير محادثة يلا لا غير احاول ما اقدر اغني اكمل يلا اوكي غني لا لا ما غني متأكدة؟ زين طلع غير محادثة لا هاي 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 اوكي اقراها لا تمسح شيء عوف التليفون ده عوف 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 تفتحين لو تغنين لا حبيبي لا اعطيني ذاك التليفون هذا واحد نفتح البرامج نفتح بس بنات شقرة انطبع الصور وين الصور وين الصور تعال تعال تقربي 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 صور وين الاستوديو وين ما ادري بالصور وين الصور تعرف الصور وين لا جديات ما ادري يعني الاستوديو ما اعرف بيه وين صار لا عاد انا اعرف الاستوديو وين 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 هي انهن هلا لقيتهن اتغنين وافتح الصور لا يعني شلون اغني مثلا افتح الصور عادي افتحهم افتح الصور عادي اي عادي افتحها افتح صور عادي نفتح هاي ماكو شيء هنا امسح عادي اعلقيهن هنا يعني سمع لا لا تغني لي تغني لي يلا والله ما حافظ يلا شغلني لك يا ليلي يا ليل يا عيني يا عين ما اعرف يا ليلي يا ليل يا عيني يا عين ما اعرف اللي قاعد تاكل باكه انت ها ما اعرف بالغنى ما تعرف بالغنى الغالي التليفون يلا غني ايوه عاش قرب 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 يلا خلينا نسمع الصوت هلا يا رمان كل شيء ما حافظ كل شيء ما حافظ كل شيء ما حافظ جهاز؟ لا مو الجهاز المساحات نعوفهن شو ما ماسح؟ ما اعرف حتى اغني عوفهن كل شيء ما ماسح والله ها كذا لا ما اغني هتغني؟ هاك الجهاز تنسحب؟ ما ماسح وكان الجهاز اخر شيء تنسحب انت احنا قلنا ما تمسح اي شيء من الموبايل انت مسحت انتبهت انه قام يمسح مو باوع عبد ما حد حرجك كل شيء ما ماسح هاك يا غني لو لا؟ لا تمام اول هدية مقدمة من شركة سافو للأصباغ والعناية بالشعر تستاهلين حياك الله وثاني هدية مقدمة من سافو الأصباغ والعناية بالشعر تستاهلين تعال غني لي ترى ما اعطيك الهدية غني لك والله يلا أم كلثوم ما حافظ لها أي أغنية عبد الحليم والله ما حافظ سعد الحلي
للاسف ما احفظ الاغاني. ما تقول لي شنو فيلمك زين انت متزوج؟ اي كم مره خاين؟ ولا مره. دهاك اياها لعاد ما طرقت لي لا. تعال دقيقة ايش بيك شو مستخدل على الهدية. الهدية مقدمة من خطارهم ستايل تستاهل تدلل. شكرا جزيلا. تعال 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 امنح تهديها. انطيها لزوجتي. زين سؤال ايش قد لميت اليوم؟ هاي سر المهنة ما اقدر اقولها. زين شو تسموها انتم بهاي المهنة؟ ما اقدر احكي. تقول لي اياها؟ لا. شكرا لك. شكرا. أنا ما أكمل المسجات لأن المسجات يا بلو نازل فيها يا يمه إنه شنو لابس برنص أويلي عليه.